بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالأمل والتفاؤل من القيم العظيمة التي دعا إليها ديننا الحنيف، فهي جوهر الحياة، وهي شعاع النور الذي يبدد اليأس والقنوط في قلوب الناس، وهي التي تنمي حسن الظن بالله في قلوب الناس. والناظر في حياة الأنبياء والمرسلين يجدها مملوءة بالأمل والتفاؤل وحسن الظن في الله تبارك وتعالى. فهذا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كبر سنه ووصلت زوجه إلى سن لا ينفع فيه الحمل ولا الولادة، بمنطوق وفكر البشر لم ييأس سيدنا إبراهيم عليه السلام ورفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، كما صور لنا القرآن الكريم، قال: رب هب لي من الصالحين، بحسن ظن في الله تبارك وتعالى ويقين بأن المقادير تجري بيد الله، وبأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يجري في كون الله شيء إلا بإرادة الله. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. في موطن آخر قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن رفع سيدنا إبراهيم عليه السلام أكف الضراعة إلى الله عز وجل طلبا للولد الصالح، بحسن توكل على الله، وبثقة قوية في الله، وبأمل وتفاؤل فيما عند الله عز وجل، فأكرمه الله عز وجل بولد ذكر ونبي من الأنبياء، فبشرناه بغلام حليم. فكان الولد سيدنا إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والتسليم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.